هنروح لكرة السلة سيدات، وكان الحقيقة في دور الثمانية كان مع نادي الزمالك، يمكن مباراة كانت يعني تعتبر من طرف واحد، يعني أنا مش هقول غير كده. يمكن المباراة الأولى انتهت 96-68، يعني فرق 28 نقطة، 28 نقطة فرق كبير جدا. المباراة الثانية كانت نادي الأهلي فاز بنتيجة 86-33، يعني فرق 53 نقطة، فرق 53 نقطة. إذن طبعا المرتبط كسبنا فرق كبير، ولكن الفريق الأول يعني الحقيقة يعني من طرف واحد ما كنتش ببالغ لما اقول لكم انه طبعا يعني 28 نقطه الماتش الاولاني والماتش الثاني 53 نقطه، يبقى اذا المباراه من طرف واحد. وهو ده اللي عايز اتوقف عليه. ليه بقى؟ لما تقول ملوك الصالات او نتكلم على ملوك الصالات فبناخد الموضوع توتال، يعني رجال سيدات، لان دول ولا يعني وتنس طاوله رجال وسيدات، لانه انا ما ينفعش اجزأ، ما اجيش اقول انا ملوك الصالات في لعبه ومش ملوك الصالات في اللعبه الثانيه. لا، انت تاخد لي الحاجه باكج كامله، النتائج باكج كامله، وبعد كده تيجي تقول لي مين ملوك الصالات ومين مش ملوك الصالات ونتحاسب. انما لما انا ابقى متساوي معاك في لعبه، متساوي في اللي معاك في لعبه او افضل في لعبه ما، والحمد لله احنا ارقامنا بتتحسن وبنعوض، افضل في لعبه ما في ارقام وارقام، ومكتسح في لعبه ثانيه خالص فرق كبير جدا، وفي السيدات انا مكتسح في كل شيء، ما تجيش تقول لي انا ملوك الصالات. يعني خلينا نقول انه رجال وسيدات، لان دول ارقام مجمعه ونقدر نقول يعني بأريحية مين هم ملوك الصالات. هو النادي الأهلي بأرقام الرجال والسيدات في كل الألعاب، وأيضا تنس الطاولة معانا، وده بكل أريحين. عملنا تقرير في المباراة اللي حضراتكم شايفينها مع في مباراة الأهلي والزمالك سيدات كرة سلة. خلينا نشوف المباراة مع كمان مع اللاعبات والجهاز، خلينا نشوف التقييد ونرجع لحضراتكم. الحمد لله ربنا كرمنا ماتش كويس ان شاء الله المرتبط الجيم الجاي يكسب، يبقى اللي فوق ان شاء الله برضو ماشيين كويس ان شاء الله باذن الله. استعدادات عادي بتاعتنا زي كل جيم، ما فيش اي مشكله، يعني ما استعدينا بقى لنا 3 ايام بنتمرن، وان شاء الله ربنا يكرم في الجيم الجاي باذن الله ان شاء الله. دي مباراه قمه عامه، اهلي وزمالك معروفه، فاحنا طبعا نازلين مستعدين للمباراه. احنا مش بنلعب للماتش، احنا بنلعب عشان نستعد لبطوله المرتبط. بطوله المرتبط السنه دي صعبه، اصعب من اي سنه، وقرعتنا اصعب من اي سنه، لان احنا عندنا سيمي فاينل جامد جدا وعندنا فاينل جامد قوي، ومش معتمدين على مرتبط اطلاقا. احنا نازلين احنا عايزين نكسب ماتشاتنا كده كده، ومرتبط برضو عايزين يحاول يعني يكسب. بس عشان كده احنا بنحضر يعني اللي قدام. عندنا ماتش الراجع يوم الاثنين، برضو ماتش مهم جدا لينا. لو الصغيرين طبعا كسبوا الماتش قبل ما احنا نلعب يبقى خلاص الموضوع انتهى، ونقابل سموحه بعديها. احنا الحمد لله كنا بادين، يعني يمكن البدايه كانت سنه في الاول حد ما سخنا وكده، بس من الاول خالص واحنا مركزين ان احنا لازم نبدا كويس قوي، عشان احنا الماتشات بقى المرتبط خلاص احنا داخلين في السيمي فاينل والفاينل اللي جايين، فلازم نبقى خلاص مفوقين من اول دقيقه. ما ينفعش نعمل اي اخطاء صغيره، لازم نتكلم مع بعض، ولازم اي اخطاء كنا عملناها قبل كده قعدنا نتكلم فيها، ان احنا يعني لازم نبقى مركزين وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل اخطاء. فالحمد لله يعني النهارده لعبنا كويس من اول ماتش لاخره، فقدرنا نكسب يعني الحمد لله بالنتيجه دي. طبعا الحمد لله كلنا عملنا اللي علينا، وكلنا كان شكلنا كويس نوعا ما. طبعا ما كناش باحسن مستوى، احنا عندنا مستوى احسن من كده بكثير، بس الحمد لله المباراه عدت وكسبنا، والحمد لله عدت على خير. طبعا كان نفسنا نكسب السوبر، احنا كان عندنا احسن من كده بكثير، يعني احنا كنا لو كنا مركزين كنا زمان كسبناها، بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله البطولات اللي جايه كلها هنكسبها، وده ما اثرش فينا علشان احنا واثقين ومتاكدين، وكابتن علي كان بيقعد يقول لنا ان احنا فرقه كويسه، يعني احنا اصلا عندنا احسن من كده، وان احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نجيب البطولات كلها، وان احنا يعني احسن من الفرق كلها. هي مباراه مهمه جدا طبعا، مع ان الزمالك فريق محترم طبعا. بنلعب في دور الثمانية، كل مباراة بالنسبة لنا بقت مهمة عشان خلاص قربنا نوصل لقبل النهائي والنهائي، فبنستعد عشان احنا ما كان في أول السنة اللعيبة كان عندنا ناس في المنتخب، فدي مباراة تعتبر بنستعد فيها لفاينل الدوري إن شاء الله. الحقيقة أنا عندي تعليق عايز أحط الصورة قدامكم بما يخص كرة السلة سيدات. مباراة السوبر اللي كانت مع نادي سبورتنج ولو موفق يعني فيها، يمكن ما كانش يسبقها مباريات كتيرة للإعداد. أولا منتخب فرقتنا كان فيها لعيبة كتير أو لاعبات كتير مع المنتخب،
لما رجعوا من المنتخب كان في اصابات وكان في وفي وفي ما اتمرنوش وما لعبوش فتره كافيه. حتى مباريات بطوله القاهره اللي احنا لعبناها قبل ماتش السوبر ما كانتش بالقوه او بالتركيز او بالاكمليه في اللاعبات اللي تخلينا نستعد بشكل جيد. طيب ايه اللي حصل او ايه اللي جد؟ المباريات دي زي ما حضراتكم سمعتوا فرصه جيده لينا ان احنا نخش في المود واحده 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 واحده. عشان كده انا شايف او توقعي انه في مباراه ان شاء الله احنا رايحين على الاهلي وسبورتنج برضو ان شاء الله في الفاينل المرتبط. شايف ان احنا في الفاينل بتاع المرتبط هنبقى افضل من مباراه السوبر، لان واحده واحده بنجيب نفسنا، خاصه ان في لاعبات انضموا جداد، المحترفه جديده لسه او رجعت لنا بعد سنه غياب او سنتين، فطبعا محتاجه وقت تتاقلم تاني مع الفرقه. عندنا مجموعه من اللاعبات بصفقات جديده جم محتاجين يتاقلموا مع الفرقه، المصابات رجعوا، يعني الماتشات دي هتخلينا افضل في نهائي المرتبط باذن الله.